قلت له يجي يقبل يشتغل يوم بيك. ايش قال؟ قال ولا عاد تلعن يا ولد روح. ازدحم. يا ربي يا ربي ارحمنا برحمتك. ليالتك كبرى الله يحفظكم روحتكم يا ابو محمد اخبارك ما اقدر اكل عيشه وانت ما تعشيت قم العشاء اللي بيجي لبي العشاء اللي بيجي برجر لا سحبنا بنتسدح هذا انت راكب مساعدنا لي 41 وانت تفدني فكك 42 تصادق خلاص ليه ما نسولف احنا متسدحين الا خلاص ما نسولف انا اسف ما قد جربتها والله اني ما اقدر اروح عرفت ليه تعيد لا 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 قم يا ابو يلا اسمع اسمح لازم نغير من طبو احنا لازم نغير من طبو انا اي في دمتي لازم خلاص لازم لان انت تصدق الحين زياد الشهري يبي منك حاجه ايش تصدق تركي تصدق تركي الدوسري قام على طول قام الدوسري ايش يبي الحين ايش يبي يبيك تمزح بالمخ والله كيوت كذا يلا خلي يدور العذر عليك ها اي عشان يجي خلي تعال دقيقه زيد يس خلاص توقعتك بيجي يلا يا رب نيجي يطردني من البرنامج طيب بحذفه بحذفه ابو محمد السمن عيله يروح من السلوى سعد اذا سكيتك طيح يلا بيجي الله يسامحك يا سعد خلاص عشان والله نصدق يا رجال اقسم بالله اني صاد زي يعني تغير. انا ترى مديني جدار يرقد ويخليني انا صاحي خليني اعلم من تغير للافضل من تغير للافضل للافضل طيب الافضل ترقد فقرات كامله نحضرها يا سلام بس كم كسبت من دولاب انا كسبت رخصه انا كسبت 14 انت كسبت 14 ريال هذه ايش اقدر اخذ فيها انت كم كسبت كم انا ما كسبت انت سالب 100 تدي 14 ريال حق حياه 14 ريال ايش اقدر اخذ فيها كرت ام يمك لا ثلاجه 14 ثلاجه ب 17 وينك انت قديم انت ايش مكة ب 19 نهر 19 اعطيك بيرين اربع انت سالب 100 انا عاج انا القاتل اللي فيه يا بهاج لا احنا وعدنا فتحنا صفحه جديده مثل السروالي ليش مثل سروالك عشان ابيض تدري ايش اصفر تدري ايش العيب هذه اقوى فرصه جتني في حياتي والله ما افكها لقرب بس انا توقفت شلت بالبرنامج هذا عندك سالب 7000 ها سالب 7000 يا ابو محمد هذه اقوى فرصه قد جتكم فرصه في حياتكم غير دي اي والله واجد والله هذه جتني فرصه واحده عليكم اياها لا لا بيسولف انت باقي طفل ما جاك شيء انت 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 طلعت من الثانويه حقتكم سي جديد ايش عندك يا الف انت ترى بالعام انت بدايه حياتكم انت 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 عملت 900 وكم انت لا تقول ضيعت حمام انت عامل 980 سلطان الميلي طيب لا 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 انا اتكلم انا اتكلم عن نفسي انا ترى بهاج تخيل خاطب انا صارعت الحياه خاطب اذا ينسرق تبي لقيته يسرق شوف سيري عبد الله وفي سيري جنبه في بطانيه في طحم البطانيه في غرفه في غرفه جوا جنب سيري خالد الدوسري تدري ايش؟ انا جا 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 ثلاثة لا بس حقيقة ترى انا عانيت يعني والله عانينا والله عانينا يعني هذا تحملنا ترى هذا قاعدين نتحمل احنا يوم بيت كل يوم هذا نتحمل احمد يجيك صحيك اخوك للعشاء ويجيك تتكلم ما جاء العشاء يا كذاب وينه؟ اليوم الله يسامحك يا بهاج اخطيت في حقي مرتين اصبق يا رفيقي بس عديت هالكي ارحب وين تجي 90 تعال حماده راح ثنتين باقي كم؟ حمد المري وش فيك؟ 98 شد حيلك يمين في اليومين هذا تعال اسمع جاي تطلع شوف شوف حمد يا شهر جالس هنا ما جاء حماده نفس اللي ترى ما صعب تصدق زياد الشيري ما اقدر استدعيكم تفاصيلك ليه ما عندنا شيء تفاصيلك تعرف الزر حق اللمبه؟ يكتب تفاصيل كذا صغير وره عندك لا تدري انت اوه تدري من حرمتك ما علينا انتوا انتوا بنيتوا انتوا بدايه حياتكم في سكريبت انا حرمتك من الشيخه حرمتك من التصويت تدري انا حرمتك من تصويت الجمهور بكل منعي والله صح انت كنت بتاخذ انت اي والله ليه والله كنت اخذ جدتي تشوف جمهوري في نوكس لا ما في نوكس اجل بس في ناس اقوى في سكريبت في ناس بادين من قبل انت توك بديت في سكريبت في ناس بادين من قبل ايش معطيهم وضعيه يقول انا داخل برنامج 305 مشاهداتي
جاي هنا بس برفع حتى لو زدت ما نقص. نعم والله ان هذه كلمه ليه يا اخي ليه تكتب شيء ما بعيني. انت ما تدري، انت ما تدري انا ايش قايل بدي عبد الرحمن كليب. انا تدري اني كنت مشاهداتي السنه وكانت 361,000 يوم جلست في البرنامج جاء 358,000 نقصت 2000 تيم مشاهدات السنه كم تجي مشاهدات هذا 50,000 ما تجي مدها مدها. طيب يعني تنكر الفيش صح سعد؟ اه والله انا اذكرك مشاهدات كنا اعلمنا يا رب ان طلعت هذا البرنامج يشهد علي ربي وانا احرجك كل العالم احرجك يعني نكرت المنشن حقي طبعا سكس هو يوم كنت صورت هو ساعة الكلب ايه تبع لك وكد قد مشهور الكلب يسمع باعني مهروب هذي تذكرها ان عبدالله دعم تبع لك وكد وهو صادق النجمة عبدالله الشرق كيف خليته اصلا عربي اصلا عربي اصلا خليته تصد جمهور لا لا اصلا جاوبي جواب صريح النجمة النجمة عبدالله الشهراني اصبر اسكت ما خدينا التايد ايه تدري ايش المقطع نزل في التيك توك اول مرة تصور مع جمهور ما مشهور قصدي وينه شفت شيء انت بهذا المقطع انا فيه اسالك بلاش شيء انا زي كذا ما شفت شيء مصورني هو بعدين الحين صار يقول نادي انا ولا شيء الله يهديني يا سعد الشيخ باجرك اول ما صورت دقني قلت يا طلع المشن عندي حق تذكر يوم اني اتواصل معك ايوه طب خل لا والله ما طلبني صدق ما طلبني حد بس انا انسان اللي معي مهم يا بهاج حديان اشتريها تاخذها لي تحب تدعم تاخذها لي حديان ليه يحب يدعم ذا اسمع بقول لك حاجه النجمه كيف جاتك عبد الله الشهراني؟ خشمت يا اسكت طلبيه لا والله اتكلم واصل جواب صريح جاتك فجاه؟ لا جاتني بعد تعب وعناء كيف جبتها؟ كيف جبتها؟ انا تعبت بفلوس حاجه جات النجمه والتوك توك سوى كيف؟ يعني انت تتابعني من اول شفت كيف؟ تدري انا شو بسوي؟ اول ما اطلع من برنامج بشتريها بخشم الريال نعم تبيع بكرتين بشتريها رخيصه توك يقول ب 14 15 احد قال له شيء حماد شوف النزل الحين انا مشى بيستعطف خل عزيز ما لفت يا عزيز خل يبكي احسن ان شاء الله تبكي دم وجهك محمر يا حماد ايش فيك احرجوك يا اخي اذا زعلت ما طلعت زعلت سمودك تكبر ليه يا ترفيك سعود اخواني والله عندي مشكلة الله يسامحك الله لابس الخام الله الله سعد الشهري الله خلني سعد الشهري ما هرجك انا تكفى هرجك ما دعيت قلت الله هرجك انا تكفى بهاج يعني نذر طلعت كلها كلها وش دخلني انا هو اللي قال هو اللي قال ما قلت شيء بديت موضوع يا تكبير حق النجم ايه بس انا هو ما طلع شيء هو اللي قال اقسم بالله كلها سبا يبدا ثم انت برا شفنا رحمتك تخيل احنا شفنا صوره المسجد خشنا خشناك عزيز نفداك تكفى يا عزيز والله اني اخواني استلموني انا استلموني ترى كل شخص لازم تهدي قطعناه يا عزيز سلم على النبي قطعناه يا ولد شفنا صوره المسجد شنو صوره المسجد نحسب اللي مو بعلامة يا الخبل يا ساكية علي نظر فيه سلقوا عبود